الشامبيونز ليج الافريقي ووصول النادي الاهلي على راس المجموعه لدور ربع النهائي. شفت ده ازاي وتوقعاتك للفتره اللي جايه او المنافس القادم للنادي الاهلي في دوري الابطال؟ طبعا احنا يعني ده لا يصح الا الصحيح، يعني المجموعه بس عوجت شويه كده لما تعادلنا تعادلين مع يانج افريكانز وشباب بلوزداد وشباب بلوزداد تاني في الجزائر، ولكن انا شايف دور اول جيد لينا، مكاسب في الدور الاول واضحه ابرزها مصطفى شوبير بصراحه، يعني ده حقيقي. ابرز المكاسب مصطفى شوبير. بشوف انه مصطفى شوبير يعني برضو يعني في طبعا الضغط بتاع انه ابن الكابتن احمد شوبير وما الى ذلك، لكن الراجل ده مصطفى يستاهل ياخد كريدت دلوقتي اكتر من اي وقت، ويستاهل ياخد كريدت بكل الطرق، مش على الضغط اللي كان عليه، يستاهل ياخد اشاده بكونه حارس مرمى جيد، لان فضل تحت ضغط. انا مش سهل خالص على فكره سنوات الضغط دي. يعني هقول لك على نموذج الكابتن، كان كابتن اكرامي مثلا لاحمد الله يرحمه، لشريف اكرامي، بس كانوا منورين جدا جدا لو حضرتك فاكر من المنتخبات من تحت، لكن مصطفى شوبير تعرض لضغوط كتيره جدا. ده حقيقي. وصاحب تجربته مع المنتخبات بعض الاخفاقات اللي تخص المنتخبات، ومصطفى كان جزء من الاخفاقات. صحيح. فانت بتتكلم انه من 2015 من ساعه اخفاق المنتخب الاولمبي والهزائم الثلاثه في كاس امم افريقيا لو حضرتك فاكرهم، الجيل بتاع 97، الجيل اللي هو من اعظم اجيال صحيح. الناشئين في تاريخ مصر، صحيح. اللي هو جيل رمضان وكريم نيدفيد وكان مصطفى شوبير هو حارس المنتخب الاولمبي في الوقت ده. مصطفى من هذا التاريخ يعني من 9 سنين دلوقتي مصطفى شوبير يتعرض لضغوطات كبيره جدا، الخروج منها وانت بتلعب بلوزداد في الجزائر والبلوزداد يتفوق عليك فنيا ويبقى قاب قوسين او ادنى مرات كتير من انه يجيب جون ومصطفى بس اللي يشيل، وده يبقى اول اختبار، فانا بشوف ان ده يدل على شخصيه كبيره جدا جدا تستحق هذه الدرجه من الاشاده. فانا بشوف اهم مكسب في الدور الاول بصراحه مصطفى شوبير. تاني اهم المكاسب بصراحه حسين الشحات. حسين سيبك من كل حاجه فنيا، احنا بقينا مطمنين طول ما حسين في الملعب ان في خطوره دائمه، غير بقى مكسب ال 12 بونت وانك بتتاهل اول مجموعه. المنافسين الجايين من يبدو ان احنا لو كنا احنا تاني كنا نروح لمنافسين يعني اسهل شويه، لان يعني احنا بنتكلم في مازيمبي وسيمبا والترجي. سيمبا فريق متطور جدا والكره في تنزانيا متطوره جدا، وسيمبا انت لما لعبناهم في دوري السوبر ليج ما كسبناهوش، احنا تقالنا متعادلين. صحيح. مازيمبي ايا يكن المستوى ماتش معقد جدا في الكونغو، ماتش الكونغو في مازيمبي هو نفس الشيء، ماتش صعب قوي قوي، جماهير الجيل ده من لعيبه الكره بتاع الاهلي، عندك الملعب وارتفيشال وبتلعب الساعه 3 والرئيس بتاعهم والحدوته دي. الترجي مهما كانت الحاله، مهما كنت متفوق عليه، يظل فريق صعب المراس جدا جدا جدا. فاحنا قدام دول، قدام مازيمبي وسيمبا والترجي، دي الانديه اللي هتواجه الـ 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 الاهلي، احدها هيواجه الاهلي. رتبهم لي كده يا احمد من وجهه نظرك. بص، هي الماتشات كلها صعبه، انا دلوقتي ما عنديش رؤيه واضحه ان الماتش ده يكون اسهل من الماتش ده، كل ماتش وليه ظروفه، كل فرقه كمان على حسب تطورها، لكن رتبهم لي من الاسهل للاصعب. احب العب الترجي بصراحه، الترجي احب العب الترجي. ايوه انت تحب يعني؟ لا لا احب يعني شايف انت مش شايف ان ما فيهوش اي استهانه والله، يكون بس افضل شويه امام الترجي. اوكي، يعني ودوافع يعني الترجي فعلا يعني عارف اذا هبت رياحك فاغتنمها، هو بداوا يدخلوا في حاله من الايه، يعني ان الاهلي فعلا ممثل مشكله كبيره بالذات في زياراته لتونس. اوكي، فوجود الاهلي بيبوظ لهم حسابات كتير، هو يقول لك انا العبه في نص نهائي العبه نهائي، ففي الوقت ده انا بشوف الترجي خصم مش يعني في المتناول، يعني عايز زي ما كل الفرق في المتناول، وده ما فيهوش اي اهانه لان احنا اهم فريق في افريقيا واكبر فريق في افريقيا، ولكن انا بشوف انه الترجي ماتشه هيكون اقل تعقيدا من مازيمبي وسيمبا. ماتش الترجي ممكن يكون فيه فرصه كويسه انك تعمل نتيجه حلوه في مصر وتعرف تتفادى الهزيمه في تونس او تحقق فوز، وعملت ده كتير السنين اللي فاتت.